صباح الخير واهلا وسهلا بكم في التقرير اليومي الجديد المقدم من تانك ماركتس، معاكم محمد زيدان. امبارح كان الخبر الاهم هو قرار الفدرال الامريكي بخصوص اسعار الفائده، واللي هو ابقى اسعار الفائده بدون تغيير ما بين مستويات 0.25%، واصدر توقعاته بخصوص النمو وخلافه. ولكن التحركات الرئيسيه جت بسبب تعليقات جيروم باول رئيس الفدرال الامريكي في مؤتمر صحفي، حيث كان جيروم باول متفائل بحذر، وان هو قال ان هو شايف ان وتيره التعافي والنمو هتستمر ولكن مش بنفس السرعه او الوتيره اللي شفناها في الفتره السابقه، لان مازال هناك عدم يقين يحيط باداء الاقتصاد الامريكي خلال الفتره القادمه. ومدى التعافي قال ان هو هيتوقف على قدره الحكومه على انتشار متى قدره الحكومه على تحكم في مدى انتشار فيروس كورونا وكمان الحزم المالية. يعني هو بشكل واضح اوضح الدور الرئيسي للبنك المركزي، ان البنك المركزي على عليه قدرة ان هو يساعد الاقتصاد، ولكن على المدى القصير المدى الطويل هيتوقف على الظروف المحيطة بالاقتصاد وعلى السياسات المالية. النهاردة كمان عندنا البنك المركزي البريطاني، ومهم جدا نركز عليه ونركز على رؤية البنك المركزي في حالة اذا ما خرج بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق، ما هي الادوات الماليه والتحفيزيه اللي قد يلجا اليها البنك؟ هل هيبدا بيخفض اسعار الفائده دون المستويات الصفريه كما كانت الاسواق تسعر ام لا؟ طيب لو نرجع للسوق ونشوف التحليل الفني واهم المستويات المتبعه، بس نجيب شرط هنا، هنلاقي ان اول حاجه اليورو دولار او مثلا الدولار الامريكي لقى دعم شرائي بعد تصريحات جيروم باول، وشفنا اليورو الامريكي بدا يهبط بقوه لغايه مستوى الدعم 17.50. احنا بشكل عام على المدى المتوسط بنرجح سيناريو ان نشوف اليورو يصعد تاني لمستويات ال 19-20، ومنها حتى لمستويات ال 20، بس بشرط دلوقتي عندنا تماسك مستويات 17-20 و 16-80. مع تماسك هذه المستويات اتوقع ان ممكن اليورو يرجع تاني. لو اغلق تحت 17-20-16-80 معنى كده الضغوطات البيعيه قد تدفع اليورو مستويات 1.15، ولكن حتى الان سيناريو الشراء بتاعنا على المدى المتوسط اتوقع ان الاسعار دلوقتي اصبحت جاذبه لبناء مراكز شرائيه. الجنيه الاسترليني هيكون في تقلبات مرتفعه، ولازم نعرف حاجه زي كده. ولو بصينا حتى على الشرط الزمني الاربع ساعات هنلاقي ان بعد ارتفاعاته هيرجع تاني تعرض ضغوطات بيعيه. النهارده قرار البنك المركزي البريطاني مهم، الجنيه الاسترليني بتاثر بشكل واضح بالعناوين الرئيسيه المتعلقه ببريكزيت، ولكن احنا عندنا لو حطينا مستوى ال 30 ومستوى ال 29-50 كم الحد السفلي حتى علوي لهذا النطاق 27-50، لو شفنا اي كسر لمستويات ال 30 معنى كده هنرجع تاني لمستويات ال 32، ولو شفنا كسر 27-50 هرجعنا ل 20-50. غير كده نفضل او بنرجح سيناريو البيع على المدى القصير واعاده اختبار مستويات على الاقل 28-20، وعند اي مستوى دعم ممكن يعيد بناء مراكز شرائيه. ولكن زي ما قلت الجنيه الاسترليني رؤيته الفنيه قد تتغير بناء على العناوين الرئيسيه المتعلقه ببريكزيت. الدولار الاسترالي تعرض لضغوطات بيعيه قويه، ولكن وشفناها نزل من 73-37، كان اخر تقرير لنا بيرجح فكر الشراء واستفدنا من التحركات دي، ولكن حركة امبارح كانت عنيفة الى حد ما، وخاصة في الجلسة الاسيوية. الاسترالي عند مستوى دعمه مهم جدا هو 72-60، احنا ممكن نبدأ نشتري من عند 72-20 و 72-50، واي اغلاق تحت 71-80 يبدا يلغي سيناريو صعوب بالنسبه لنا، لان معنى كده ان احنا ممكن نشوف تصحيح اعمق من مستويات 70 مره ثانيه. غير كده لو شراء من 72-60 نرجع نختبر المقاومه اللي هي عند 73-20 مره اخرى. ونبص على الدولار الامريكي مقابل ين، الدولار الامريكي مقابل ين في تعافي بسيط وصل ل 154، ودي كانت اهدافنا في التقرير السابق. دلوقتي ممكن نشوف ارتداد منطقيه جني ارباح، هنكون محايدين على الدولار الامريكي مقابل ين، ومع سيناريو رؤيه مائله للصعود عندنا 145 منطقه لازم نركز عليها. مدام هو تحتها ممكن يرجع تاني ينزل 145، رجع تنزل تحت 105 ونرجع ل 104 مره تانيه. الذهب
بشكل عام هو في نطاق عرضي، ما شفناش اسعار جديده خلال الاسابيع اللي فاتت، ضغوطات بيعيه بتخلي السوق ما بين الحد السفلي والحد العلوي. انا بشكل عام ما دام شايف السوق فوق 1920 اسف 1932 1928 ما شفتش اي غلق تحتيها، معنى كده ان هو ما كسرش النطاق العرض دوت، ونرجع للهبوط الصعود مره ثانيه نختبر 1988 ومنها 2000 دولار. بس زي ما قلت ما نشوفش كسر النطاق العرضي، ولو انت بصت على الشارت هتلاقي النطاق العرضي واضح قدامك. طيب لو نبص على النفط الامريكي، استفاد من ارتفاعات مخزونات النفط، وصل لمستويات 40 دولار، اتوقع ان هو يعود تاني للصعود، اهدافنا عند 42.5، بس بشرط ان هو ما ينزلش تاني تحت 38.20. منطقه مهمه ركز عليها 38.20، ممكن ابني مراكز شرائيه، واستهدافاتي زي ما قلت عند ال 43. اللي بص اخيرا وليس اخيرا على الداو جونز، الداو جونز الامريكي تعرض صعب بشكل قوي مع بدايه التصاعد الفدرالي، بعد كده تعرض ضغوطات بيعيه بقياده الاسهم التكنولوجيه، وخاصه بعد خوف وعدم يقين جيروم باول من مدى التعافي في الاقتصاد الامريكي. نرجع تاني نقول ان داو جونز بالنسبه لي هو سيناريو برضه للشراء مره تانية. اهم حاجه ان ما اشوفش اي اغلاق سيناريو شراء وتخلط مرتفع، ما اشوفش اي غلط تحت 27500، هي منطقه محوريه بالنسبه لي. 27600 ممكن بمراكز شراء، استهدافاتي عند 28300 مره ثانيه و 28200، وعلى مدى متوسط اشوف سيناريو الصعود هو السيناريو الاكثر احتمالا. ده باختصار اهم مستويات دعم المقاومه النهارده. يرجى الانتباه لان التقلبات هتكون مرتفعه، قد يصيب التحليل او يخطئ، ولكن الحاجه الوحيده الثابته اللي ما ينفعش تتغير هي اداره راس المال. شكرا للمتابعه، كان معاكم محمد زيدان، مع السلامه.